كنت أسير في أحد الطرق الفرعية أبحث عن الفندق الذي سأقيم فيه، أنظر إلى الخريطة على الهاتف المحمول وفجأة رفعت رأسي فأصابني الذهول. شعرت أنني كنت في ذلك المكان من قبل وأعرف جميع تفاصيل ذلك المكان، مع العلم أنني لم أتواجد هناك إطلاقا. ثم بعد قليل شعرت أن سيارة أجرة ستمر من أمامي الآن، وفعلا مرت. السلام عليكم، أنا محمد غنايم. الظاهرة التي أصبت بها تسمى بديجافو، هي كلمة فرنسية تعني وهم سبق الرؤية، أي أن الإنسان يتوهم أنه رأى الأمور من قبل ويشعر أنه أخذ لمحات من الغيب، فتشعر أنك تعرف جميع تفاصيل تلك اللحظة ولكن لا تتذكر متى. إذا حصلت معك هذه الظاهرة فأنت شخص مميز نوعا ما، لأن هذه الظاهرة تصيب أصحاب الخيال الواسع والذكاء العالي. قد تسأل الآن، ما هو تفسير هذه الظاهرة؟ هل حقا يمكن للإنسان معرفة الغيب؟ هذه الظاهرة لم يتم تفسيرها إلى الآن على الرغم من التقدم العلمي الحاصل، يعني العلماء وضعوا فرضيات حول الموضوع ولكن لا يوجد حقائق. جاء بعض العلماء وضعوا فرضية سموها بفرضية فصي الدماغ. كما تعلمون الدماغ يتكون من قسمين، أيمن وأيسر. قالوا إذا حدث تأخير في نقل المعلومات بين الطرفين تصاب بهذه الظاهرة وتشعر أنك شاهدت الأمور من قبل. ولكن هذه الفرضية فشلت لأنهم لم يفسروا سبب معرفتك بالمستقبل القريب، يعني أنا شعرت أن سيارة أجرة ستمر من أمامي وفعلا مرت. لذلك جاء بعدهم مجموعة أخرى من العلماء وضعوا فرضية سموها بفرضية سرعة النظر. قالوا أن أحد العينين ترى بشكل أسرع من العين الأخرى، وبالتالي تصاب بهذه الظاهرة وتشعر أنك شاهدت الأمور من قبل. ولكن هذه الظاهرة أيضا فشلت لأن الشخص الأعور أيضا يصاب بهذه الظاهرة. وجاء بعدهم الكثير من العلماء الذين وضعوا فرضيات كلها فشلت، إلى أن جاءت هذه الفرضية التي سميت بفرضية تجربة ما قبل الولادة. قالوا أن الجنين وهو في بطن أمه يرى كامل شريط حياته بجميع تفاصيله، وعندما يولد ويصرخ صرخة الحياة ينسى كل ما شاهده، وعندما تكبر تأتيك بعض الأحيان لمحات مما شاهدته وأنت جنين فتصاب بهذه الظاهرة. هذه الفرضية راقت للكثيرين ولكنها لم ترق لي، لأنها فرضية وخيالية ولا يوجد في إسلامنا ما يدعم تلك الفرضية كما يدعي البعض. السؤال المهم الآن، هل يمكن للإنسان أن يعلم الغيب؟ يقول علماء الشرع أنه يوجد نوعين من الغيب. النوع الأول وهو الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، كيوم الساعة ويوم الوفاة. فقال سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، صدق الله العظيم. أما النوع الثاني وهو الغيب النسبي الذي يكرمه الله سبحانه وتعالى لناس دون غيرهم، مثل الرؤية الصادقة والإلهام والفراسة. يعني مثلا تجد بعض الصالحين لديهم نوع من الرؤية الصادقة. معلومة هامشية أحبابي وأصدقائي، هذه الظاهرة تسمى بظاهرة ديجا فو. الطريف بالأمر أنه يوجد ظاهرة أخرى تسمى بجامي فو، هي عكس ظاهرة ديجا فو. يعني مثلا تدخل إلى مجلس فتسلم على الناس أكثر من مرة لأنك كل مرة تراهم تشعر أنها المرة الأولى التي تراهم فيها. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية لنا ولكم. في النهاية إذا حدثت معك قصة غريبة حول هذه الظاهرة شاركني بها، سأسعد بقراءتها. وأريد أحبابي وأصدقائي أن أشكركم على كل لايك وتعليق جميل تقدمه لي بعد كل فيديو، فشكرا لك. فمتابعتك لمثل هذه القناة التي تحاول تقديم مواضيع تهمنا نحن الشباب، هذا بحد ذاته يدل على أنك محب للعلم والمعرفة. لذلك برأيي الشخصي أنت الأفضل، ودمتم في أمان الله. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر في اليوم، وهذا رقم تقريبي، 8,090,000,000 مرة. عدد خيالي جدا. هذا الرقم لو جيت تكتبه على ورقة 1 2 3 4 بدك تقريبا 200 سنة تتخلصه.